السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نلتقي مجددا في شرح جديد من شروحات البرامج والمتمثل في طريقة عرض ضربات الكيبورد والماوس على الشاشة أثناء تقديم الشروحات. لنبدأ على بركة الله. أولا يجب عليك تحميل هذا البرنامج الصغير والذي لا يتعدى حجمه 3 ميجا، والذي سوف تجدون رابط تحميله أسفل الشرح في الوصف كما في كل مرة. نقوم بتحميله ثم الدخول إليه. نجد فيه ملف مضغوط، نقوم باستخراجه إلى هنا. هكذا يقوم بفتح البرنامج والناتج هو هذا. نقوم بالضغط على أيقونة البرنامج هكذا، فتفتح معي مباشرة وتنتقل أيقونة البرنامج إلى شريط المهام في الأسفل بالقرب من الساعة. نضغط على أيقونة البرنامج مرتين فتفتح معي هذه النافذة خيارات التحكم في البرنامج. من خيارات التحكم في البرنامج عامة عموما جنرال هكذا، أستطيع التحكم في المكان الذي يظهر فيه اختصار المفتاح أو مفتاح الماوس أو زر الماوس، سواء باليمين أو اليسار أو عجلة الارتفاع أو الهبوط هكذا. أستطيع التحكم في علامة إظهار الحرف كما ترون هنا في يمين الشاشة، ثم أستطيع سحبها إلى اليمين في الأسفل وإلى اليسار. انظروا هكذا بهذه الطريقة. أنا أجعلها في أقصى اليمين. ننتقل إلى الكيبورد، لوحة التحكم. لوحة التحكم أنا أجعلها في الخيارات الأساسية لأنها لا تقدم شيء ما عدا شكل الكتابة هكذا، سواء التصغير أو التكبير هكذا. أما الباقي الإعدادات نتركها كما هي. ثم أستطيع تغيير لون الكتابة من هنا، وكذلك لون خلفية الكتابة من هنا. ثم ننتقل إلى إعدادات الماوس هكذا. إعدادات الماوس هنا تخص الدائرة الناتجة عن الضغط على الماوس سواء باليمين أو اليسار. باليمين تضغط بلون أنت تحدده من هنا خيارات الألوان، وباليسار تحدده من هنا من خيارات الألوان. أنا لا أريد أن تظهر معي هذه الحلقة أو الدائرة، لذلك أقوم بنزع التأشير، وحينما أنتهي من كل إعدادات التي تناسبني وتناسب شرحي أضغط حفظ هكذا، ثم إغلاق فينزل إلى الأسفل كما ذكرت سابقا. لنقوم الآن بعمل شرح تجريبي على عمل هذا البرنامج المهم جدا. أفتح برنامج السينما 4D الغني عن التعريف ثم أبدأ العمل عليه. أنتم تعلمون حينما نقوم بإنشاء شروحات على مشاريع على برامج متعددة وخاصة برامج 3D هكذا، مهم جدا أن أرى ماذا يستطيع أن يعطي المعلم في الكتابة، وكذلك في الأرقام والحروف والضغط بالماوس سواء باليمين أو اليسار، مهم جدا لأن أراه من غير أن يستعمل التكبير في الفيديو بشكل تلقائي من دون تدخل منه. لنبدأ، نقوم بإحضار. انظروا
في خانة ظهور المفاتيح شكل الأساسي ضغط باليسار ثم إن ضغط باليمين انظروا تظهر باليمين هكذا ثم أقوم بتغيير السيجمنت مثلا هنا وأقوم بكتابة الرقم 10 فتنتج معي فيظهر معي الرقم 10 بدون تكبير أو شيء من هذا القبيل هكذا فينتج معي الرقم هكذا. لنفرض أنني أقوم بعمل نسخ هكذا تظهر معي الحروف التي أستخدمها في نسخ هذا الشكل ثم أقوم بسحب هكذا في كل مرة من غير تدخل مني هكذا ليكون الشرح نافع ومهم للجميع حتى ولو لم تكن دقة الشاشة عالية غير أن هذا البرنامج يعطي فكرة شاملة للشرح عموما فهو يساعد كثيرا وهو تقنية جديدة لم يستعملها إخوتي العرب من قبل لذلك أردت أن أقدم هذا الشرح أتمنى أن ينفعني وإياكم به أن ننتفع به إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.